أمنع تشققات البطن؟ كم يزيد كم لازم يزيد وزني؟ طبعاً يخافون كلهم من زيادة الوزن خلال الحمل. أبغى أعرف جنس البيبي، هل أنا حامل بتوأم أو لا؟ هو هذا اللي راح نتعرف عليه اليوم في كتاب حملك ببساطة، الكتاب اللي كتبه دكتور فواز أديب إدريس استشاري نساء وولادة حمل حرج وعقم وأطفال أنابيب ومناظير، هو كاتبنا في حلقة اليوم في قصة كتاب. أهلا وسهلا فيك دكتور فواز. أهلاً أهلاً ابتسام، كيف حالك؟ والله بخير الحمد لله. كتاب فريد من نوعه، أول مرة يكون في كتاب راح نتعرف على قصته أكثر، بس قبل ما نتعرف على قصة كتاب حملك ببساطة حابين نتعرف على دكتور فواز أكثر. أيوة. نبغى نتعرف على من بداياتك وأنت صغير دكتور فواز، هل كان في أحد يشجعك على القراءة؟ يعني من فواز من يوم ما كان فكرة يعني؟ أيوة. والله شوفي أنا يعني زي أي واحد، يعني خلينا نقول نشأت في بيت مهتم بهذا الموضوع. أنا عندي الوالد ما شاء الله مهتم بموضوع الثقافة والقراءة. الوالد كان يعمل في الأمن العام، لكن كان له في مجال الإعلام. الوالد كان مقدم لبرنامج العيون الساهرة، إذا أنت ما تتذكري. أنا ما أتذكر طبعاً. ولا أنا لا لا والله ما أتذكر يعني منه، لكن يمكن الناس اللي تسمعنا وتشوفنا. الوالد كان يدرس في كلية الملك فهد الأمنية. إلى اليوم أنا أقابل بعض الضباط يقول الوالد كان يدرسنا. فالوالد من الناس اللي كان مهتم بموضوع التدريس، التثقيف، التعليم، القراءة، الإعلام. فإحنا نشأنا في هذا الجو. أفتكر كان يجيب لنا القصص الخضراء، اسمها السلسلة الخضراء أو حاجة زي كده، الأنف العجيب والحاجات دي. هذا من يعني أنتوا صغار؟ من إحنا صغار. فطبعا الواحد يعني بدأ يتعلم انه يبدا يقرا ويوسع يعني مداركه وكذا، والحمد لله. طيب انت ما شاء الله صرت دكتور متخصص في استشاري يعني الان في النساء والتوليد، هل كان هذا الاختيار المجال كان عن طريق مثلا القراءات او انت حبيت المجال؟ لا، هو اختيار المجال هذا حب لنفس المجال. يعني كان عندي شغف بموضوع أنا موضوع العقم ومساعدة الناس على الإنجاب وكيف أنا أقدر أسوي هذا الشيء. فأنا دخولي لكلية الطب ثم لمجال نساء الولادة ثم للحمل الحرج، كل ده عشان أوصل لي العقم وأسوي أطفال أنابيب عشان أقدر أساعد الناس لهذا الشيء. فكل هذه كانت سلسلة عشان أوصل لهذا الشيء. حلو. بعد ما شاء الله ما صرت هذا الدكتور كتبت الكتاب. نعم. عشان تساعد الناس خلال الحمل. أيه. النساء يعني. أيه. معنى أصح. النساء طيب. والرجال. النساء والرجال. يعني الكتاب ينفع يقتنيه أي رجل. يعني. هو نتمنى. بس أوكي. هو أنا خصصت جزء في الكتاب في كل أسبوع طبعًا. وطبعًا الكتاب عبارة عن أسابيع، هو عن الحمل زي ما أنت عارفة. هو عبارة عن أسابيع. ففي كل أسبوع كنت بتكلم عن جزئية للرجل. إذا حلو. نعم. طب أستاذ دكتور فواز معلش، أنت هل بتقرأ في جميع المجالات ولا الآن بحكم أنك طبيب تقرأ في بس في المجال الطبي؟ يعني إذا تبي تفشليني حأقول حأفشل نفسي أنا. هو شوفي الصح أنه مفروض نوسع مداركنا، وهذا الشيء اللي أنا بحاول أعدله في أولادي. أنا للأسف مقصر في هذه الناحية، بحاول إني أقرأ في مجالات أخرى، لكن وما هعمرها حجة، لكن بالفعل إحنا يعني مو مقيدين، بس كثير بأقرأ في مجالي، يمكن لأنه عندي كذا تخصص في مجالي، فكثير بحكم أيوة. يعني فأنا أنت عارفة عندنا أبحاث كثيرة، عندنا أشياء جديدة بتطلع في مجالنا، فالواحد لما بيجي له وقت بيستخدمه في هذه القراءات. حلو. لكن أتمنى أن الواحد يقرأ برضو في مجالات أخرى. هل في كاتب أنت تقرأ له باستمرار من يعني أحد الكتاب مفضل ليك؟ والله ما عندي شخص بعينه، لكن قدر الإمكان يعني زي ما قلت لك أنا مقصر مع الكل، لكن أحاول أقرأ في أشياء مختلفة. حلو. هل في كتاب مفضل ليك تحس أنه هو يعني صديق ليك طوال الطريق؟ والله لا، ما أقدر أقول في كتاب معين، لكن نعم ما أقدر أقول في كتاب. طب أبا أعرف قصة حملك ببساطة أكثر. نعم. هو شوفي يعني الكتاب. موضوع تثقيف المجتمع وتغيير المجتمع، يعني خلينا إحنا نعرفك على فواز الكبير، خلينا نسى فواز الصغير اللي تكلمنا عليه. تفضل. فواز أنا أنظر له ما هو إلا طبيب حابب إنه يغير
شيء في المجتمع، حابب انه يثقف المجتمع، يغير نظرة المجتمع، يغير الجيل كله إذا في إمكانية. نظام إنه إحنا نتعود نقل المعلومات الخطأ والمعلومات الخطأ، هذا نبغى نغيره. أفتكر أيام كنا ندرس برا، كنت أكلم أصحابي اللي وصلوا ورجعوا السعودية ذيك الأيام، بقول لهم هاي يا شباب بشروا وش الأخبار، يقول لي والله فواز الناس يدخلوا عندي، أقول لهم ما يحتاج الأدوية الفلانية، يخرجوا من عندي ويدخلوا على الدكتور اللي جنبي. فأقول لهم أنا لا تستسلموا، أستمروا في إعطاء المعلومة الصح، أتعبوا عشان نستمر ندي المعلومة الصح، ما نبغى ندي معلومات خطأ. ونعلم اليوم 10 والعشرة يعلموا 10 حنصير هتكبر، حنصير 100 والمية يعلموا 10 حنصير 1000 وهكذا، تمام؟ إن شاء الله يطلع جدول الرياضيات مظبوط حقي. على العموم فهذه هي الفكرة. فأنا طبعا أول شيء بدأت ما أدري إذا تعرفي بوسائل التواصل الاجتماعي، عملت شوية فيديوهات ومش عارف إيه، وتكلمت ومقالات وما مقالات، لأنه عندنا مفاهيم خاطئة صحيح كثير كثير. ما أنت عارف يعني إحنا عايشين كلنا في المجتمع وبنعاني منه يعني، صح؟ وبعد كده طبعا نشأت لي فكرة الكتاب، بعد ما عملت المقاطع والهذا وكذا كنت خليني أعمل الكتاب عشان أبغى أسلح المرضى بهذا الشيء. يعني مثلا ما أقول برضاي، خلينا نقول مراجعيني، لما يجلسوا في مجلس في كثير سيدات ويسمعوا السيدات يقولوا والله أنا دكتوري سوى كذا وكذا أو هي بتعمل كذا، وديك مريضتي تقول لا والله هذا الشيء ما هو صح. أنا أبغى أسلحها بالمعلومة هذه، أباها أقول لها ليش ما هو صح عشان 1 2 3 4. فعملت هذا الكتاب. طبعا الكتاب لما جيت أكتبه فكرت وعملت، يعني هنا جات الحكاية اللغة حقة الكتاب. الكتاب مش مكتوب باللغة العربية العادية، مكتوب باللغة العامية، وهنا كانت صح الخوف اللي كانت عندي أنا، عشان كده عملت تيست زي ما أنت عارفة. يعني في الأول كنت أنزل الكتاب على شكل مقالات اللي كتبته باللغة العامية، خفت أكتبه باللغة العربية. أنت عارف إحنا شعب لا نقرأ، وأنا قلت لك أنا اعترف في البداية إن أنا كنت واحد منهم، أنا الحمد لله أقرأ، بس ما هو القراءة ما عندي المدارك، ما أقرأ قراءات كثيرة متوسعة وكذا. فخفت أكتبه باللغة العربية أعقد الموضوع على الناس، فقلت لا حكتبه باللغة العامية، هخلي الناس يحسوا هم بيتكلموا انه بيقروا انه كتاب بسيط سهل، كانوا بيتكلموا معايا زي دحين. فبالفعل بديت اكتب باللغه العاميه، لدرجه انه حتى بعض مراجعيني ومرضايا لما يقروا كتاب يقولوا كانه اللي يعرفوني يقولوا كانه حاسينك قاعد قدامنا، يحسوا كانك انت بتسوي كده بيدك وانت بتتكلم معنا. فبالفعل بديت اكتب باللغه العاميه ونزلت انه كمقالات عشان نشوف الفيدباك او كيف الناس تحس. ايوه ردة الفعل عند الناس، ولقيت انه في ردة فعل حلوه، فبالفعل استمريت وكتبت الكتاب باللغه العاميه. فهذه كانت فكره اللغه العاميه في الكتاب. طبعا الشيء الثاني، ما لقيت ولا كتاب في عندنا في الاسواق ولا في المجتمع العربي مؤلف، كل الكتب مترجمه، وكل حتى الكتب المترجمه اللي كاتبينها ما هم اطباء. طبعا مع احترامي للتمريض والدايات اللي هم الاجانب اللي عندهم برضو خبره كبيره، احنا هنا كمان الثقافه العربيه عندنا مش في كل المجالات تلاقي كتب غنيه يعني، او تقدر تلاقي كتاب عن مجال معين سريع، صحيح تتعب لين ما تلاقي الكتاب هذا. صحيح فكلها كتب اجنبيه وكاتبينها غير اطباء، وجو العرب مترجمينها. والترجمة انت عارف لما يجي مترجم يترجم لك يعني بعض الكلمات العلمية يترجمها ان البطين اللي ايسر يقع في مش عارف، يعني شيء ثقيل وصعب ومعلومات كثيرة، وبعدين نتكلم على عادات واشياء ومعتقدات خاطئة قد لا تنطبق على مجتمعاتنا. صح. وبعدين انت عندك انترست يمكن ما يهم الاجانب، يمكن الاجانب ما يهمهم موضوع الكعب العالي، هنا صح. عندنا الكعب العالي هذه قضية في الحمل مثلا. صح. يعني فأنا قلت لا هعمل، بما أنك دكتور حتكون جدا متخصص في يعني تفاصيل يمكن ما تيجي في خطر أحد، حنكمل كلامنا على ذا كتاب حملك ببساطة، لكن مشاهدينا الكرام حنطلع لفاصل ونشوف دكتور فواز إدريس خلال توقيع كتاب حملك ببساطة، نرجع لكم على طول.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام في قصة كتاب، وما زلنا في قصة حملك ببساطة مع الدكتور فواز أديب إدريس، استشاري نساء وولادة وحمل حرج عقم وأطفال أنابيب ومناظير، وأخيرا أصبح كاتب في هذا المجال. كيف شفت ردة فعل اللي أخذوا منك التوقيع والحضور في معرض الكتاب؟ والله يعني الحمد لله، يعني شيء يفرح القلب. يعني انه اول شيء انا طبعا مبسوط بالمعرض جدا. معرض الكتاب طبعا ظاهره حضاريه كبيره، من يوم ما بدا في الرياض وكان الواحد يفرح وينبسط، وكنت اتمنى اني يعني اشارك في معرض الرياض، بس الواحد طبعا يستصعب السفر، حواملنا ما يسيبونا في حالنا ان نسافر، يعني يعملوا لنا الف مشكله. لكن انبسط دحين انه صار في جده المعرض، واتمنى انه ان شاء الله يستمر زي ما وعدنا ان شاء الله، فإن شاء الله أنه يستمر المعرض هذا، شيء جميل جدا. وطبعا أنا برضو بالفرصة بأهنيك أنت، قبل ما أهني نفسي بالتوقيعات، أنا أهنيك أنت بالبرنامج هذا، جدا جميل لما كلمتيني، يعني شيء مرة حلو صراحة. الكتاب ما يتفوت دكتور فواز، أول كتاب باللغة العامية في المجال الحمل وللنساء، مفيد وجدا رائع، يعني الله يخليك حقيقي بسيط. أنا طلعت عليه قبل كذا، جدا المفردات بسيطة، يعني أنا قلت حقتني كتاب إن شاء الله لأجل هديكي واحد. أنا خلاص أنت إذا قصدك كذا هديكي واحد ولا يهمك. يعطيك العافية. خلينا نرجع نكمل كلامنا عن كتاب حملك ببساطة. أبا أعرف قد إيش أخذ منك وقت إنك تكتب هذا الكتاب؟ شوفي، في ناس تعتقد انه هو طبعا كمده، ولا اقول لك الاخير في المده قديش. طيب. في ناس تعتقد انه كتابه باللغه العاميه سهله، صدقيني اصعب من اللغه العربيه. انا مستعد اكتب باللغه العربيه، وانا دحين اللي يسمعوني حتى الكتاب، وخليهم يعملوا نفسهم اختبار، يكتب مقاله كامله باللغه الفصحى، وما بقول سهله إنه اللغة الفصحى، لكن يرجع يكتبها ثاني باللغة العامية بطريقة يضمن إنه القارئ يقدر يقراها. يعني صعبة، لما حتى بنستخدم المفردات العامية تشيلي هم، تقولي طب أنا أقدر أقولها بالطريقة دي، بس هذه شوية ثقيلة، خليني أغير الكلمة دي شوية، فاضطر الكتابة حتى بالعامية ما هي سهلة، تمام. وهذا شيء أنا تعلمته، يعني ما بقولك فنان في هذا، تعلمته وأنا بكتب الشيء ده. هذا واحد. قديش أخذني؟ ما تتخيلي والله، كثير. سنتين تقريبا وأنا أكتب في الكتاب، وسنتين أنا ما بتكلم على أني بشتغل في اليوم نص ساعة أو ساعة، صدقيني كنت أشتغل تقريبا 4 ساعات في اليوم كتابة لمدة سنتين. طبعا أخذ إجازة في الويكند ممكن أحيانا، أكيد، بس أنت حضرتك دكتور واستشاري ومشغول وعندك مسؤوليات تجاه المرضى تبعك، او اللي هم الناس اللي بيجوا لك الاستشارات. صحيح. فانه انت اخذت سنتين فضيت هذا الوقت يوميا 4 ساعات. والله 4 ساعات تقريبا يوميا، واحيانا اطول حسب الحماس، يعني اذا تحمستي في موضوع وكذا تقعدي تكتبي. حتى ساعات لما كنت يعني، وهنا برضو خليني فرصة عشان كمان ما تبهدل في البيت، لكن لا والله هذه حقيقة، دعمتك والله العظيم، يعني دعم زوجتي كان فوق الخيال. يعني حتى كنا في الاجازات هذا، وحتى في الويكند هنا أطلع البحر مع الأولاد، هم يصبحون قاعد أجلس أكتب، في الإجازات أنا وإحنا كده أجلس أكتب، فلا كان دعم البيت كان جدا مهم. هو الفكرة يعني أنا زوجتي هي ترى من الناس اللي حمستني على كتابة الكتاب، لأن أنا كنت مستثقل خايف إنه الناس ما تقرأ، شايل هم ومش عارف إيه وكده، فهي لا شجعتني على موضوع كتابة الكتاب. وبعد كده طبعا زي ما قلت لك إنه يعني لما كنت أسهر وأطول وأكتب ما كان يطفش هالشيء ده، عارف انه انا هذا، فهذا كان يعني دعم طبعا جميل منها، وانا اشكرها على هذا حاجه، يعطيها العافيه. فين كتبت الكتاب بالذات؟ يعني في مكان معين ولا في كل مكان؟ والله يعني لو ينفع اقول على الهواء، في مناطق يعني في اي مكان ممكن تتخيليه. طيب دكتور فواز، في كثير اقتنوا الكتاب صحيح؟ الحمد لله. هل يعني في واحدة مثلا أخذت الكتاب ورجعت استشارتك في شيء، أو كلمتك، أو سألت، أو شوفي مجتمع، يعني شوفي أول شيء طبعا أنا انبسط. شوف في ناس ما تخيلي، معلش لو باين في الكاميرا قديش سمعت الكتاب. طيب في ناس تخيلي، ما تتخيلي إنه قريوف قديش، في ناس قريوف في يوم من حماسهم لي، من الحماس للكتاب. طبعا ما بقول انه هذا الصح او انه هذا اللي مفروض، لا طبعا، بس بقول لك من الحماس. طبعا لما اقول يوم يعني اتكلم على 12 ساعه قراءه متواصله،
يعني من كثر الحماس. لكن طبعا بديك هذا الشاذ وليس القاعده. لكن انا اللي اقوله للناس واللي انصح فيه الناس دائما اقول لهم اقروا الكتاب، على حاولوا تخلصوا لما اقول دفعه واحده اقصد على في خلال مثلا شهر اقروا، وبعد كده اقول للحامل اقري كل اسبوع باسبوعه، لانه الحامل من ضمن علامات الحوامل اللي برضو شريحه في الكتاب موضوع النسيان، فلازم تقراها اكثر من مره الكتاب. فانا انصح في الاول انه ينقري في الاول، لانه طبعا في معلومات مثلا اكتب انا في الاسبوع ال16 حاجه انت ممكن تجيك في الاسبوع ال19 والحاجه والاسبوع ال20. فانت لما تقري وتجي في الاسبوع وبعدين ترجع تراجعي تجي في الاسبوع ال16 تقولي ولا انا قريت حاجه زي كده، فترجع تقلبي مرة ثانية تفتكري. وأنا حرصت برضو أنه في الفهرس أنا فهرست الكتاب بالمواضيع، يعني لما تقري في الفهرس تلقي الفهرس مكتوب الكعب العالي، لسه شايفة الكعب العالي، ظهري بيوجعني، رقبتي سايرة غامقة، والمواضيع هذه. فأنا فهرست الكتاب بالمواضيع. تمام؟ أوكي حلو. يعني فأنا أنصح أنه يقروا كدفعة واحدة خلال مثلا أسابيع أو شهر، بعد كده يرجعوا يقروا مرة ثانية أسبوع بأسبوع. طب أنا بسأل، أكيد السيدات الحوامل في أعراض متشابهة بين الكل، ممكن في عرض يختلف عن عرض، ممكن في واحدة تحس بشيء هل كتبت عن جميع الأعراض اللي ممكن تتعرض لها الحامل؟ يعني لو أقول لك جميعها أكون غير يعني غير منصف، لكن يعني أقول لك 95 إلى 98% من أي حاجة ممكن يعدي عليها. طبعا في أشياء exceptions، أمراض معينة خاصة ما ذكرتها، لأنه هذه حالات معينة تحتاج انه تناقش فيها هذا. يعني ما هو من العدل اني اناقش حاله مرضيه لشخص قليل مع ملايين السيدات الاخرى. هنا تكلمت عن الحالات اللي هي الغير المرضيه، الحالات الطبيعيه. ف 5 الى 98% من الاشياء اللي ممكن تتخيليها و99% من الاسئله اللي ممكن تخطر في بالك هنا موجوده، هنلاقي اجابتها هنا، هتلاقي اجابه جدا رائع. طب وايضا الكتاب مدعم برسومات وبصور اوقات، يعني عشان يتسلوا ويتحمسوا على وصول البيبي، يعني فيها الملابس تبع البيبي زي كذا، هذه الاشياء حتساعد الناس انه تحمسهم يقراوا. انت عارفه اختيار الصور، طبعا الصور جزئين، في صور توضيحيه وفي صور زي ما تفضلت انت مجرد يعني عشان تدي لروح لروح للكتاب. ايوه الصور التوضيحية أوكي حلو جميلة وتعبنا فيها وكذا، الصور الثانية ما تتخيل قد إيش أخذنا وقت في استخراجها. طبعاً شيء هي طبعاً ما هي يعني الصور هذه ما هي أي صور لازم، لا هذه بسيطة الصور، مثلاً مش يعني إنه هذه سهل استخراجها، بس الصور الثانية إنك تستخرج صورة تنطبق على الأسبوع وتجي مناسبة الكتاب وجميلة وكذا، اللي هو الصور الثانية في الأسابيع الأخرى تعبتنا كثير. يعني أنت أكثر من شهر عشان تنتقي الصور، أكثر من شهر وأنت كل يعني هذا، وهذا ما هو سهل. أنت بتكلمي على مثلاً كم 50 60 70 80 صورة في الكتاب، صعب شهر كامل كل يوم تشتغلي ساعتين وساعة ونص ومع المخرج الكتاب ونقاشات والصورة، لا دي ما هي حلوة ودي حلوة وغير، عمل كبير والله صراحة. أكيد طبعا. شكر خاص لمين؟ الشكر لله أول شيء طبعا سبحانه وتعالى. كنت أتكلم على شكر مدام سهى قطان، مدام سهى قطان والتيم حقها ساعدوني جدا في موضوع. هي مين مدام سهى قطان؟ سهى قطان تملك شركة إنتاج وميديا. حلو. بس ما أبغى أقول الاسم خطأ فحأستخرجه من الكتاب، أحرجتيني الآن. لا 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 عادي. طيب، لكن هي اللي ساعدتني في الديزاين أو التصميم حق الكتاب، وحتى لو كان مقابله مقابل، ولكن المقابل اللي أمامه ولا شيء مقابل التعب، وأنا أشهد بالتعب هذا، تعبت كثير معايا صراحة، وجزاها الله ألف ألف خير صراحة، ما قصرت نهائيا. ما هو مشكلة دكتور فواد؟ أرثروميديا. طيب إحنا ما زلنا مستمرين. الكتاب بعد ما خلص احتجت أنك تتعامل مع دار نشر حتى تقوم بالطباعة وبنشر الكتاب. نعم. أي دار نشر اخترت؟ والله شوفي أنا ما استخدمت دار نشر. حلو. و
وهنا ما ادري اذا ينفع اقول ذا الكلام على الهواء. تفضل. عادي يعني. لا ليش ما استخدمت دار نشر معينه؟ والله شوفي، انا غرضي من الكتاب تثقيفي بحت وليس كسب مادي، ولكن في نفس الوقت التكلفة حقت الكتاب كانت جدا عالية، ما بين الديزاين وما بين الكواليتي حقت الكتاب وكذا. لما تيجي لبعض دور النشر وبعض المكاتب ما تتخيل الأرقام اللي بيطلبوها. أيوه. تلقي نفسك إنه أوكي أنا مو غرضي الكسب المادي، بس يعني هم حيستغلوا الكتاب ويبيعون بسعر يعني غالي جدا، يبغوا يجردوكي تماما. وما هو صح هذا الشيء. والواحد تعب في وجوده كده. فأنا ما بذكر أرقام، لكن ما تتخيلي هذا. على العموم أنا قررت في دي الحالة أنه لا أتولى أنا هذا الموضوع. لكن طبعا في مطبعة لي، مطبعة الأستاذ محمد رضا، ساعدتني كثير في موضوع طباعة الكتاب وما قصروا صراحة، وعملوا لي حاجة جدا جميلة، وهذه ساعدتني. لأنه دار النشر من ميزاتها انه اوكي يطبع الكتاب طابع 10,000 نسخة، ففين حخزنها؟ فدار النشر بالعادة هي اللي توزع الكتاب وتولى موضوع على هذا وكذا، فشلت هم عندي دار النشر فين حخزن الكتب. فالمطبعة من اهتمامها في الكتاب وإيمانها بي وبرسالة الكتاب قالوا لا تشيل هم ده الموضوع، احنا حنشيل حنخزن الكتاب عندنا، انت الكمية اللي تحتاجها في اي وقت احنا نوصل لك هي. والفعل الان ملتزمين معايا في هذا الموضوع، أطلب كمية 1000 كتاب، 500 كتاب بيوردوا لي هي، والباقي بيفضل عندهم. طب دكتور فواز، اللي حابة تحصل على الكتاب كيف تقدر تحصل عليه؟ هو متوفر في معظم الصيدليات، مفروض أنه ينفع أقول، لكن ليه مو في المكتبات؟ هي لهذا السبب موضوع ال يعني إذا ينفع يعني عشان ما يكون ربح مادي، أنت هدفك أيوة تثقيفي وتوعوي، فموجود أيوة في الصيدليات. صيدليات النهدي لازم برضو لازم أشكرهم، لأنه صيدليات النهدي تبنوا فكرة الكتاب. صيدليات النهدي صراحة، وبعد كده في صيدليات أخرى، صيدليات رفيدة تبنت فكرة الكتاب، وصيدليات العائلة السعيدة، هذه الثلاثة صيدليات أو سلسلات الصيدليات تبنوا فكرة الكتاب. فنعم برضو عندهم ربح مادي وكذا، لكن هدفهم برضو تثقيفي بحت، مش بحت سوري، تثقيفي إلى حد كبير. فالنهدي طبعا ميزته ومع الصيدليات الأخرى، بس النهدي شكل أكبر، عندهم منتشر، عندهم أكبر من 600-700 فرع ما شاء الله. فالكتاب متوفر في أكثر من 350 فرع على مستوى المملكة. حلو. العائلة السعيدة عندهم أكثر من 15 فرع. هذا. وفي طبعا من أصحابنا في مكتبة الطفل الصغير، وفي بعض مرضاي يتبرعوا انهم يحطوا الكتاب في محلاتهم برضو لإيمانهم بالكتاب برضو. اكيد هو الان موجود معنا في معرض جدة الدولي للكتاب، يقدر نعم يحصل عليه. المطبعة عاملة جناح كامل، محلين طبعا، هم محلين ليش؟ لان هم عندهم معهد تعليم طباعة، وهذا شيء جميل جدا عندهم. هم عاملين محلين، والمحلين كلهم عارضين فيهم بس كتابي. حلو. نعم. هل تفكر في انشاء كتاب جديد؟ والله في نفس المجال. انت بتكلمي على عناء سنتين اخرى يعني. والله شوفي، انا يعني كثير كلموني من الناس اني اعمل كتاب عن العقم الان. يعني شوفي، انا ما عندي مانع في هذا، انا لو يعني ابغى بس مزيد من حماس الناس للقراءه. حلو. يعني انا بساعات ادف الناس انهم يقروا الكتاب. يعني بعض المرضى حتى المراجعين عندي اقول لها قريت الكتاب، لازم تقرا الكتاب، يا ريت تسمعوني دحين، بالذات الناس اللي انا بدفهم. بعض الناس يحسسوني يعني كانه انا سوري، يعني كاني مهتم بانهم يشتروا كتاب. والله مو هذا هدفي. انا ابغاهم يستفيدوا ويتعلموا، وصدقيني لما بيقروا الكتاب يقولوا اوكي دحين عرفنا ليش هو يبغانا نقرا الكتاب. انا ما عندي مانع اجاوب الناس، وما عندي مانع اني افهم الناس واجاوبهم، تمام. لكن الناس لما تكون الخلفية الثقافية، وهذا مش عيب في الناس، أنا خلفية الثقافية في الهندسة وفي الأشياء الثانية صفر. فلما يكون الواحد خلفيته الثقافية صفر، وقد تكون بمعطيات خاطئة يعني دون الصفر، الكتاب ده حيوصلك لدي المرحلة. صحيح. روح للدكتور يرفعك من دي المرحلة لدي. صح. أما لما تروح للدكتور أنت من هنا أو حتى من دون الهنا، ما حتقدر توصل. صعب. مهما أخذته أنا ما هاخده لهنا، هاخده لهنا. فالكتاب بيديك شوية هذا، زي غير كده قلت لك بيديك الأسلحة. لما تكوني في جلسة في مجتمع، أنت جالسة في المجتمع تقول لهم لا الكلام ده غلط، دكتور فوز بيقول كده، حيهاجموكي، لا ده الكلام مو صح، تقول لهم لا صح عشان 1 و2 و3 و4.
فهذا أكيد هو. إحنا جدا انبسطنا ونتمنى لك النجاح جدا في الكتاب الجاي دكتور فواز وفي حياتك إن شاء الله وجميع عملياتك، يعطيك العافية. الله يسلمك. كثير انبسط لأنه الكتاب حيفيد كل سيدة وكل امرأة وكل يعني من هي حامل، والكتاب الثاني إن شاء الله لازم تصدره إن شاء الله. حيفيد كل امرأة إن شاء الله ويحقق لها حلمها لو إنها تكون أم. كان معنا في قصة كتاب اليوم دكتور فواز أديب إدريس، استشاري نساء وولادة، حمل حرج عقم وأطفال أنابيب ومناظير، أيضا كاتب وأستاذ في جامعة أم القرى. يعطيك العافية دكتور فواز. الله يعطيك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، في حلقة اليوم تعرفنا على حملك ببساطة على عناء سنتين أخرى. يعني والله شوفي، أنا يعني كثير كلموني من الناس أني أعمل كتاب عن العقم الآن. يعني شوفي، أنا ما عندي مانع في هذا، أنا لو يعني أبغى بس مزيد من حماس الناس للقراءة. حلو. يعني أنا بساعات أدف الناس إنهم يقروا كتاب.